السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الـ Session Optimization في ثلاث حالات مهمة جدا، إنها تكون قاعدة في الروت حق الويب سايت بتاعك، اللي هي الروبوتس.txt، واللي هو ده بيعمل allow لليوزر ايجنت اللي هم الكرولرز حق السيرش انجن، إنه يقدروا يعرفوا تفاصيل اللينكس الموجودة داخل الويب سايت بتاعك، اللي هي ما يسمى بالسايت ماب. السايت ماب الرئيسية بتاعتنا اللي تم إنشائها هي سايت ماب دوت اكس ام ال، وها السايت ماب اللي حصل لها كرييشن مع كل بيلد لسايت ماب، واللي هي بتحتوي جميع اللينكس لللينك لوكيشن للبيجز الموجودة. يعني أول واحد هنا هو بلوج بالإنجليزي، اللوكال الإنجليزي اسمه، وده السلايد بتاع البوست أو البلوج بوست. نفس هنا ده باللغة العربية، وهكذا. هذه الـ XML يبين معلومات مهمه، انه لاست موديفيكيشن على اليو ار ال كان 200 او على الدوكيمنت، و التغيير الفريكوانسي اتشنج فريكوانسي هو ديلي، والبرايورتي. طيب كيف نبني هذا الاكس ام ال دوكيمنت؟ هذه هي الخطوات. طيب احنا عندنا الانستراكشنز هنا. اول شيء احنا نتكلم عن نيكست جي اس، بنعمل انستول للام دي ام اللي هو النيكست سايت ماب. طيب نعمل رن للكمان بتاع npm install next site map. نمرة 2 نعمل create للconfig file، config file حق السايت ماب اللي هو بالشكل ده. الشيء الاساسي فيه هو انه هذا الجزء. طيب هذا الشيء الاساسي اللي هو انه هو يستثنى لك اي صفحات، اللي هي الصفحه السلاش فورتس 4، ويعمل generate للروبوت text 2 اللي هو كده يقدر يعمل لنا generate. بعد كده بنشوف الدايناميك والاستاتيك راوت. هو الموجود في الدوكيومنتيشن انه يعني بيمشي في الراوتس حقتك الموجوده في فولدر ستراكشر حق النكست جي اس على اساس انه يكريت الاستاتيك راوت. لكن انا جيت حاولت انه ترن الكوماند حق الكريت سايت ماب مباشره، فما عمل لي كريت الاستاتيك الا في تريك حاوريكم له. طيب بالنسبه للداينامكس راوتس، دايناميك راوتس عملنا لها داله هنا موجوده بتجيب الدايناميك راوتس. انا داير اعمل دايناميك راوتس لانه للبلوجز. طيب داير اعمل دايناميك راوتس للبلوجز، جبتها من الباك اند. طيب عملت لها فيتش لجميع البوستس الموجوده في الباك اند. طيب بعديها عملت اللي هو ماب لكل راوت موجود، على اساس انه من الراوت في اللوكيال حقته موجوده في الريسبونس حق الاي بي اي والسلج. بعد ذاك عملتها عشان الزول يقدر تريد البلوج ده، هو حاليا في البيز يو ار ال حقنا سايت يو ار ال بلس اللي هو اللوكيل حق البلوج سلاش بلوج عشان يمشي للصفحه بالسلاج راب. يعني بالطريقه دي تم الجنريشن حق، لو لاحظ هنا اللي هو هنا الدومين سلاش اللوكيل سلاش البلوج، وهنا السلاج حق البلوج او البوست. طيب نرجع للانستركشنز، فهنا نتكلم عن الخطوه دي، وبعدها بنعمل تعديل في النكست كونفيج دوت جي اس هنا، انه بنضيف انه رياكت ستريك مود ترو حسب الدوكيومنتيشن حقت المكتبه بتاعت نكست سايت ماب. طيب بعدها بتعمل ابديت للباكج دوت جيسون على اساس انه تعمل بوست بيلد، انه يعمل كرييت للنكست سايت ماب. طيب جيسون في السكريبتس بوست بيلد بتضيف انه نكست سايت ماب، على اساس انه مع البيلد في البرودكشن بعدين يعمل ريجنريشن وبيلد للاكس ام ال فاير. طيب عشان نبني سايت ماب نعمل ام بي اكس نكست سايت ماب. طيب واللي هو هسه لو حذفنا الاكس ام ال فاير الموجود حق السايت ماب، وحذفنا السايت ماب هذا، وحتى لو حذفنا الروبوت بالتكست وعملنا رن للـ MBX سايت ماب، هيقوم بشكل مباشر بإعادة الكرييشن للملف حق السايت ماب. تمام. آخر شيء هتطرق له اللي هو بالنسبه للاستاتيك سايت ماب، احتجنا لمكتبه اسمها جلوب، هي بتمشي في الفولدر ستراكشر، استمنا هنا
تعمل بها اكسس لل الفولدر ستراكشر. فبعد ذلك مشينا في عشان نعمل جيت ستاتيك راوت، استخدمنا الريجولر ديستريبيوشن دي عشان في ملفات موجوده في دايركتوريز معينه احنا ما عايزين ناخذها معانا في الحسبان، اللي هي الكومبوننتس، اللاي اوت، السي اس اس. بعد ذلك الصفحات البيجز اللي احنا عايزينها معظمها بيبدا بايه؟ اس ار سي سلاش اب، ونحن ما عايزين حاجه دي تظهر في الراوت. طيب وظبطنا الجوين، رجعنا جينا هنا لفينا في كل الراوتس، شفنا اللوكيل شنو. طبعا عندنا تو لوكيلز، انجلش وعربي. فكريتنا ليه؟ عملنا كرييت لاي صفحه بناء على اللوكيل بتاع اللي هو اللوكيل سلاش الراوت اللي حصل معاه. نحن لو جينا في البروجكت حقنا الاس ار سي دوت اب، هنلاقي انه كل المشروع قاعد جوا اللوكيل اللي هو باث متغير حسب البريفرنس حق اليوزر. بعديها يا يعني اما اخش على الهوم او الكونتاكت او الكالكوليتر. الاستاتيك راوتس للصفحات تم انشاء بهذه الطريقه. بعدها دمجناها مع يعني هنا في الاديشنال باث، جبنا نادينا الداله اللي بتعمل جيت للدايناميك راوتس واللي بتعمل جيت للاستاتيك راوتس. بعد ذلك دمجنا الدايناميك راوت مع الاستاتيك راوت. طبعا بالنسبه للدايناميك راوت الحاجه دي عملناها اوريدي في الداله حقت الجيت دايناميك راوتس. اتمنى تستفيدوا جدا في انكم تجعلوا صفحاتكم قابله للتحسين لمحركات البحث. ما تنسوا الاعجاب والاشتراك وضغط زر الجرس. شكرا.